هيثم هيثم كل هبطوهم شوية هبط هبط زيد هبط منيح منيح هكذاك منيح والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راني بديت نوال في الجامعة هذا الله يبارك ما شاء الله كاش ماركم درتونا كاش قري قري هنا ولا ما نعرف ربي يحفظكم ما شاء الله. إن شاء الله الوجوه الطيبة هذه لقينا راحتنا معها ربي يحفظكم. الشيخ عبد الكريم جزاه الله خيرا على هذه الاستضافة وسائر الإخوة الذين يقومون معهم ما شاء الله أخلامين وغيرهم من الإخوة الذين هم قائمون على السعي في أن ينفعوكم يعني جزاهم الله خيرا. وهذا الشيء إن شاء الله يشكر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشكركم أنتم كذلك ويجزيكم خيرا على حضوركم وحسن الظن فينا. اليوم إن شاء الله إخواني الكرام نتناول موضوع من مواضيع الساعة. شوفوا الآن يعني حتى نكون واقعيين شوية. شوف سبحان الله اليوم إحنا تكلمنا كثيرا عن المخدرات وسيصول ويجول الشيخ إن شاء الله في أهم النقاط التي يعني يعنى بها موضوع المخدرات. ولكن هناك أشياء يجب علينا أن ننتبه إليها لأن عدم الانتباه إليها يؤدي إلى غفلة ويؤدي إلى سوء استعمال. وتعرفوا يا أخوان الكرام أن كل نعمة يرزق إياها الإنسان في الدنيا إنما هي ابتلاء من الله. كل نعمة هي ابتلاء من الله. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومن أعظم الآيات التي تجعل الإنسان يحرص على النعمة التي يعطيها الله إياه هي آية في سورة قصيرة تحفظونها جميعا وهي قول الله تبارك وتعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هذه الآية تدل على أن كل نعمة يعطاها الإنسان إنما هي ابتلاء من الله. النعمة الوحيدة التي يفرح بها الإنسان هي نعمة وحدة فقط يجوز لك تفرح بها وهي الهداية. قال الله تبارك وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولذلك باقي النعم الصحة الوقت الشباب المال الأولاد كل النعم اللي راهي عندنا الآن الطعام الشراب كله ابتلاء. ما تقدرش تقول نعمة معناتها دائما هذه خير إنما يبلون الله بها. كل هذه النعم سيسألون الله. ولذلك يوم القيامة احنا كي نموت وش يسرى أول حاجة يبدأ يسأل الإنسان يسأل عن ماذا؟ عن نعم. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. وهذه الأربع هي نعم. يسأل عن ماله فيما يعني من أين أتى به وأين أنفقه. يسأل عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. شوف الآن هذه كلها يسأل عنها الإنسان. المال الأولاد
الطعام، الشراب، اللباس، نعمة الأمن، كلها يسأل عنها الإنسان. إذن علاش قلنا الكلام هذا إحنا؟ قلنا الكلام هذا من أجل أن يتطور المسلم ويأخذ منحة آخر. وشنو هو المنحة الآخر؟ هو أن تكون النعمة أمران اثنان. أولا أن يأخذ النعمة ما يأخذهاش على وجه الغرور. الناس خذوا النعمة على وجه الغرور، يعني لو كان الإنسان يقول لك أنا ربي أعطاني، أنا ربي أعطاني معناته يحبني، ومادام يحبني مادام أعطاني في الدنيا معناته يوم القيامة أنا مليح. كي يقول هذا الكلام ما معناه؟ غلطة. هذا الكلام هذا راه كفر. اتخذ عند الرحمن عهدا. هذا الإنسان اللي قال عليه صاحب الجنتين ربي قال عليه باللي هذا الإنسان وش راه يقول؟ راه يقول ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. غلط غلط، لأنه راه يتكلم على حاجة ممكن راح تديه للنار. دوك الإنسان عطاه ربي حاجة من الدنيا، عطاك صحة، عطاك مال، عطاك سيارة، عطاك عقارات، عطاك أموال طائلة. هذوك الأموال تضمن أنك أنت راح يدوك الجنة ولا النار؟ هنا تبان أنت في الدنيا كيفاش راك تستعمل فيهم. إذا استعملتهم في الخير والنعيم وأخرجت منهم الصدقات والزكوات وبنيت بهم طريقك إلى الجنة وشفت روحك تشكر النعمة، هنا خلاص راك إنسان تعرف أن هذا الشيء أعطاه لك ربي باش يكون سببا في الجنة. أما إذا كنت هذيك النعم زادت بعدادك على ربي، وأحيانا حتى يولي الإنسان ينتقل إلى درجة أخرى، وش هي؟ يولي يستعمل المال تاعه في محاربة الله تبارك وتعالى، ينفق أمواله ليصد عن سبيل الله. من يولي الإنسان يدخل في ماذا؟ في كفران النعمة من الدرجة الكبرى، والآخر يدخل في شكر النعمة من الدرجة الكبرى. تولي أنت ما تقولش هذه النعمة بركة راح عطاها ربي راه يبتلينا، لا، تزيد أنت هذيك النعمة تسخرها باش تولي تحركك نحو الله سبحانه وتعالى. ولذلك شوف الآن الإمام قرأ بنا في سورة الحشر في الآية الثانية وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ربي راه يقول لك أنت مالك ليس ما تركت، وإنما مالك ما قدمت. مالك ماشي واش تخلي لولادك، واش راك قدمت لحياتك اللي راح تعيشها تاع الصح عند ربي يوم القيامة. هذا هو المال الحقيقي. من هنا يبدأ الإنسان يفكر ويعود يحسن الاستعمال في النعم اللي أعطاها ربي عز وجل. ومن هذه النعم هذه التكنولوجيا اللي رانا نعيش بها احنا اليوم. هذه التكنولوجيا اللي هي نعمة من الله التي قربت البعيد وفي نفس الوقت بعدت القريب. هذه التكنولوجيا التي هي وسائل التواصل الاجتماعي، هذه الهواتف النقالة التي سميت بذكية وكانت حقيقة ذكية، ذكية في كثير من الأشياء، يعني ذكية أنها جعلت الغبية غبيا، وذكية أنها جعلت من أحسن استعمالها ذكيا. يعني هذه الوسائل التواصل والذكاء الاصطناعي وكل الأجهزة أو التطبيقات الموجودة فيها سواء كانت من المواقع أو من التطبيقات التي نتواصل بها مع بعضنا البعض على أشهرها ومن مثل إنستغرام والتيك توك والفيسبوك وغيرها وغيرها من الوسائل التي نحن نستعملها في سواء كان في التواصل الكتابي ولا الصوتي ولا التواصل المرئي. هذا التواصل كامل جعل العالم قرية، بل جعله ماذا؟ أسرة واحدة. بصح في نفس الوقت الأسرة دمرها وجعلها عالم متفرق. يعني هذا هو وسائل التواصل الاجتماعي، هكذا نحن الواقع الذي ننطلق منه الآن. هذه وسائل التواصل الاجتماعي كيف نتعامل معها؟ كيفاش نتعامل معها؟ احنا شوفوا الآن الدين تاعنا يعني من حكمته ومن خصائص الشريعة تاعنا أن الإنسان وش يدير كي يضرب طلع على الدين يلقانا باللي الدين تاعنا ما عندوش استئصال، ما يقولكش نحي كلش، ما يقولكش نحي الشهوة تاعك، ما تزيدش كامل تحوس على الشهوة ولا يقطع لك الشهوة. الصحابة لما أرادوا أن يختصوا وحبوا يقطعوا الشهوة تاعهم قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام إياكم، نهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الإنسان شهوته التي جعله الله فيها إنما هي عبارة عن محرك نحو الخير فقط، يجب عليه أن يهذبها. ندخل كامل تحت باب ماذا؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. من هذا المنطلق أن الإنسان يعيش بشريعة الله. وربي يضرب لنا واحد المثل بواحد الناس كانوا قبلنا، هذاك المثل كيضرب هنا ربي عباكم عليه، مش ما تخلعوش ما نلعبوهاش مارقين، ما نقولوش حنا هذاك الوقت
احنا عندنا واحد المراقه واش نديروا؟ نقولوا هذوك راه لو كان جاوا هذا الوقت احنا رانا متطورين، هذوك راه كانوا يمشوا في الرمل وكانوا يقعدوا على الارض وحنا متطورين. سما ما تحكيناش على هذوك. ولي قبل الرسول عليه الصلاه والسلام نفس الشيء، ربي عمك واش قالنا؟ قال وكانوا اشد اكثر منكم اموالا واولادا، قالوا كانوا اشد منكم قوه واكثر اموالا واولادا، واستمتعوا بخلقهم، استمتعوا بالنصيب اللي اعطاه لهم ربي. وهذه حضارات مرت معنا، حضارات، ومن بينها عاد وثمود. وانظروا الى قارون وما اعطاه الله من الكنوز، هذه حضارات مرت معنا، والحضارات هذه كانت حضارات يعني تحسن استعمال التكنولوجيا. تصوروا اخواني الكرام هذاك الاستعمال تاع التكنولوجيا اللي كانوا يستعملوه في وقتهم، التكنولوجيا تاعهم كما نقولوا احنا، الشيء اللي كانوا يستعملوه اثمر فيهم مجتمعات قويه من كل جهه، حتى انهم كانوا متكاملين من الناحيه الاجتماعيه، حيث قال الله واولادا. اليوم الغرب تطور من الناحيه الماديه وتخلف من الناحيه الاجتماعيه والانسانيه، صار يعيش حياه كالغاب كالبهيمه. صار الانسان منهم اصحاب الشهادات الكبرى الذين هم دكاتره دكتوره في الكيمياء، تقول لهم انا اعيش في المساء كلبه، تلبس لباس الكلبه وتاكل لباس الكلاب وتعيش بالسلسله تاع الكلاب، وهي دكتوره في الكيمياء. تصور يعني تصوروا الغرب اين ذهب. يعني كم تشوفوا الان كما يقولوا احنا وسائل التواصل، انا نشوفوا بعيننا كيف يعيشون حياه، واحد يدير نفسه يعني بهيم يعني كالكلب، واحد كالقط، كل واحد واش يدير، ويتربطوا عادي ويروحوا يتباعوا ويشروا عندهم احوانت عادي، اللي يحب يدير الكمامه يدير كما الكلاب، نسال الله السلامه والعافيه. هذا الغرب بالتكنولوجيا تاعو فقد ماذا؟ معنى الانسانيه. هذا اعطاه لنا ربي عز وجل رساله الى ان هذه التكنولوجيا لو كان ما نعرفوش نستعملوها راح نروحوا الى ما وقعوا فيه هم، اما نحن فالله سبحانه وتعالى اعطانا الحكمه، اعطانا الترشيد، ناس احنا نعبد الحكيم سبحانه وتعالى، فتكون عندنا حكمه من شريعتنا كيف نتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي. اولا يجب علينا ان نعلم ان هذه نعمه يجب علينا ان نشكرها. يقول لي انسان راهو الغرب عملها لك باش يهلكك. لا يهلكني كي ما نعرفش نستعملها. الان الناس الذين يتوبون من المقاطع الدعويه، الناس الذين جاؤونا من المخامر، ما رحناش احنا المخمره، راحت المقاطع نتاعنا المخمره. الناس اللي كانوا يتبعونا في رمضان 11000 انسان من اوروبا يتابعوا في اللايف في ليالي رمضان، 11000 يتوبون الناس جماعات جماعات في اوروبا. هذوك الناس اللي يتوبوا الان في اوروبا هذوك سببهم ماذا؟ وسائل التواصل الاجتماعي. اذا اولادنا يقراوا يوصلوا الى اشياء كثيره في دروسهم بوسائل التواصل الاجتماعي. نحن الان رانا نثقفوا نتعلموا شحال من حاجه بوسائل التواصل الاجتماعي. محركات البحث استغلها كثير من الناس في الصدقات الجاريه، وصرنا نبحثوا عن الاحاديث والايات والصور وغير ذلك من الفوائد، كلها موجوده في وسائل التواصل الاجتماعي. صفحات من الاساتذه والعلماء في الدنيا والاخره يعلموا الناس اشياء كثيره، وصار الانسان يتعلم، ماشي مشكله. اذا نقدروا هذه المساله نجعلوها، هو دار لك هذا الامر هذا، انت تحسن الاستعمال او تسيء الاستعمال. نحن الذين عندنا وسائل التواصل تاعنا اللي راهي طلعت فيها التفاهه والسفاهه، لذلك اليوم الناس يعيشون هذه الحياه، يقول لك هذه دارها لنا الغرب باش يدمرنا. يدمرك انت اذا كانك حاب تدمر، اما اذا كانك حاب تنتج فتستطيع ان تنتج. شوف الان نحن اليوم يعني عالمنا ولا كما يقولوا متقاربا كثيرا. هذه الوسائل رغم انها فيها من الفوائد الا ان وش فيها؟ فيها من المضار الخطيره التي ان لم يحسن الانسان استعمالها فاننا نذهب في انتهاك الاعراض، بل وسنمس ماذا؟ راح نمس في المقاصد التي من اجلها ربي سبحانه وتعالى شرع لنا اشياء كثيره. راح نمس المقصد الاول وهو الدين تاعنا. الدين تاعنا راه يمشي، بل حتى النفس، بل حتى العقل، بل حتى المال نتاع الناس والعرض نتاع الناس والمقاصد اللي زادوها الناس. هذه المقاصد كلها راهي تتمس بسبب ماذا؟
بسبب هذه وسائل التواصل الاجتماعي. انظروا مثلا إخواني الكرام إلى عمليات الفضائح، يعني صارت الآن عندنا مقاطع فيها فضائح، يخرج إنسان ويفضح الناس أمام الملأ، حتى إنه قد تخصص بعض الناس في أشياء كثيرة، يجي في مدينة معينة ويبدأ ماذا يفعل؟ يبدأ يحوس على الأعيان، شكون هما الأعيان تاع البلدة اللي عندهم أموال، ويخرج لهم كامل الملفات ويتبع لهم الملفات نتاعهم عن طريق ناس يعاونوه ويبيعوا له الملفات، وهو بعد ذلك يخرج اللايف للناس ويقول لهم اليوم في الليل، اليوم في الليل على 8 يستناوني أو كاين فلان بن فلان راح نخرج فيه فضايح كبار، على 10 تاع النهار يعيط له فلان بن فلان يقول له واش راح تقول عليا؟ يقول له انا عندي ملفات غاليين شريتهم، خلصني ما ديرش اللايف تاعك، يبعثهم له دراهم ويدي الدراهم وياكل بماذا؟ باعراض الناس. هذا الانسان راه ياكل حاجه راهي اكثر من السرقه، يعني يتاكل باعراض الناس. شفتوا من الان كيف صار انسان مجرما بوسائل التواصل الاجتماعي، وهذه اعراض الناس، يصوروا الناس ويحطوا تصويرتهم في اشياء من الصفحات ويقول لك هذه فلانه وهذا فلان، حتى وقعوا بنات الناس في ما لا يحمد عقباه. هذه الفضائح، والله سبحانه وتعالى الستير يحب الستر، الله خلقنا باش يسترنا ويوم القيامه يديم علينا الستر، ونحن من فضح نفسه فالله يفضحه يوم القيامه. ولذلك الان هذه الوسائل لا يجوز لاحد من الناس ان يستعملها فيما يفضح فيه نفسه. اليوم ربي درنا الحيوط نتاع الديور هذو باش نستروا العائلات نتاعنا، يصور الانسان نفسه في بيته مع زوجته من أجل أن يطلع المشاهدات، يصور زوجته معه، يصور بنته من أجل ماذا؟ المشاهدات. حتى الناس ولا تعرف بعض الأزواج ويقول لك هذا الزوج مع زوجته أم سافروا راحوا لهيك، أم يأكلوا، أم راقدين، أم ناضوا، أم في الجنان، أم يديروا هذيك الحاجة، مش تخلي فيها أنا الإنسان كما هذا. والناس تتبع بالسفاهة، بالسفاهة يعني، ولا أي امرأة تشري حاجة تقول لهم شوفوا اليوم أنا شريت حاجة جديدة، أروح وراح نفتح الكرتونة تاعي روحوا تشوفوا معايا، يعني والناس تتبع وتشوف وش راح تفتح هذه. لأن لماذا؟ لأن ولقاو كما يقولوا السوق اللي راهو فيه، لقاو السفاهة، ما كاش إرشاد وما كاش حكمة يستعمل بها الإنسان هذه التكنولوجيا اللي أعطاها لنا ربي سبحانه وتعالى. فمن ثم فضحنا وصارت الفضيحة موجودة من البيوت، يعلم الناس وش كاين في هذا البيت وش هذا البيت وهذا البيت. تعرف يا أخي الكريم انه كاين ابائنا كاين الناس الغرفه تاع النوم تاعهم ما تقدرش تدخلها، حاجه كما يقولوا احنا حاجه خاصه، هذه حاجه فيها حرمه، الناس ولا تتصور في غرفه النوم، غرفه النوم تصورها، يعني امراه تصور ملابسها للناس او تصور جسمها للناس. وصار الانسان تشوف بنات صغار يصوروا روحتهم وهم يرقصنا وهم يفعلنا وكذا ثم يبينوا امر الناس. هذا مجال الفضيحه الذي جاء من سوء استعمال هذه الوسائل. الحاجة الثانية وش هي؟ هلك الدين، ولو أنه هو الأول والأولى أن نتكلم عليه. هلك الدين، الدين جاءنا الآن اليوم من مواقع وحتى بعض التطبيقات التي تتكلم على الإلحاد وتتكلم على ماذا؟ على التشيع، وتتكلم على الأحمدية، وتتكلم على الزندقة، وأحيانا السحر كذلك، يعني الناس عندها مواقع في السحر باسم راقي ولا باسم الشيخ فلان أو العارف بالله أو غير ذلك من الفساد والبدع والضلالات والشرك والخرافات في بعض الصفحات، سواء كان في الفيسبوك أو تيك توك أو غيرها، وتشوف الناس يتبعوا في هذا الإنسان ولا هذا المرأة ولا غير ذلك ممن يتكلمون على الأبراج ولا يتكلموا على الزهر ولا يتكلموا على هذا الإنسان اللي زيد في الشهر هذا ولا زيد في الشهر هذا. مواقع وتطبيقات تتكلم غير عن الأبراج اللي هي والعياذ بالله من العرافة، من الأمور التي هي من ضرب الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. كيفاش أنت زايد في شهر كذا؟ أنا نحكي لك أنا واش صالك، منين جاتنا هذه؟ من زار عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وحنا نروحوا نتبعوا هذا الناس، أتصور هنا راح يخدش لك في دينك، أو أنك تسمع في إنسان راح يتكلم لك على أشياء ويقول لك أنا ربي ما كاش. الناس تسمع، والآن أبنائنا من بني جدتنا اليوم ينوض يرقد وينوض وبعد يقول لك ما كاش ربي، منين جيت ما كاش ربي؟ يقول لك أنا سمعت واحد العالم ويتكلم بلي ما كاش ربي.
وقنعني واقتنعت وروح نتاعه وترجعوا مال. أو أن هذو الناس الذين فيهم ضلال كمحمد شحرور وغيرهم الذين يأتوك باسم التنويريين ويجيب لك مثلا الكتب تاع التفسير وكلام التفسير وبعد يسمع الإنسان يقول لك ما شاء الله هذو ما ناس يعرف القرآن على بك مشي القرآن منا الكيالي وهذو ما والشحرور وكذا كارثة في دين الله عز وجل. هذو ناس وش خرجونا الناس منا من الجزائر يعيطون ننساهم يقول لك أنا الزوج بتاعي ما يصليش الظهر العصر علاه يقول لك ما كاش منهم. تصور لحقنا أننا نلقاو ناس من الجزائر اللي تربات على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام الجزائر اللي ما فيهاش طوائف حبوا يخلقوا فيها طوائف بهذه الطريقة ولات الناس يقول لك راه كاين الناس عندنا ما يصلوش الظهر العصر كاين صلاة الصباح والعشية برك. شكون قال لك هذا؟ قالنا شحرور قالنا فلان وقالنا فلان تنويريون يهضروا باسم القرآن أو يديلك عنوان تدبر. شوف هذوما كامل واش هما عبارة عن هلك لدين الله عز وجل. أنت مسلم وتحب ربي تلقى ناس يمتصوك ويمتصوا العاطفة تاعك أو الانبهار من الفوائد اللي تسمحهم يتكلموا عن التفسير تقول هذا حسرة هذا راه عالم كبير شوف كيفاش يهضر بالقرآن شوف يقول لك وانت جيت تحكي لنا نهارك مع المخدرات وكذا وبعد جيت ترد على هذا يبهروا كي ينبهر مسكين يروح في الإلحاد ولا يروح في الطرق الفاسدة نسأل الله السلامة والعافية. يعني يهلكنا ديننا ويهلكنا ديننا وأخلاقنا من حيث المعاصي والفضائح حيث إن هذه الخوارزميات الموجودة وماذا تفعل؟ ترفع من المستوى التافه وتضع وتحد يعني تدير حدود في المستوى الرفيع. يكون عندك مستوى مليح ونقي وتتكلم يديروا لك سقف ما تبغيش تطلع في المشاهدات والمتابعات. اما كي تكون عندك سفاهه روح وقف برك واشطح بكرشك برك وتطلع لك كيما يديروا الناس بالملاير. الراجل يرقص ببطنه عامل ملايير مشهور اكثر من الائمه والعلماء. هذا ماذا؟ سفاهه. شكون اللي دار له هذا الشيء؟ هذه التكنولوجيا هي راهي تعمل بهذه الطريقه. هذه الخوارزميات اذا كان شيء تافه من رقص او عري او كلام فاحش او غير ذلك ترفع لك من المستوى تاع المشاهدات. وصار من ذلك بعد ذلك شكون هم المشاهير تاعنا؟ مشاهير نسال الله السلامه والعافيه. مشاهير انتشر اليوم من المؤثرين والمؤثرات خاصه حتى اهل الفن لقيتهم يشتكون اهل الفن ممثلين وكذا يشتكون كيفاش فلانة وفلان يولوا مشهورين أكثر من الممثل الفلاني. هما ماشي حنا الأئمة الممثلين انخلعوا من مستوى التفاهة اللي وصلنا ليه. كيفاش فلانة امرأة فاسدة لا تعرف إلا بمحتوى فاسد تشهر بهذه الطريقة وتمول بهذه الطريقة ويروج لها بهذه الطريقة ليس هذا إلا بأن نأخذ كثيرا من الشباب والشابات إلى مستوى التفاهة حتى نوليو نلهيهم عما خلقهم الله له. يولي الإنسان ليس له هدف أقول شوفوا فلانة واش دارت اليوم شوش قالت اليوم شوش قالت أي قالت بلي أنا شريت بورطاب جديد ثم تخيل هذا هو القسرة. أي فلانة شتها أي جابت كرتونة وفتحت شرت تليفون جديد أي شراته هي وحنا نقعدوا نتبعوا فيها وهي تحصل في الموايير بسبب ماذا؟ بسبب ناس يتبعوا في التفاهة. هذا وش يسميوه؟ هذا يسميوه نزع جلباب الحياة نزع الهمة والإيجابية في الناس. تقولي أنت ما تخممش وش تنفع المجتمع ما تخممش وش راح تدير ما يوليش عندك هدف تقولي كل يوم تطلق روحك وتشوف غير الحاجة التافهة وتضحك شوية تقول ضحكوا شوية وإحنا ضحكنا كثيرا ولعبنا كثيرا ولهينا كثيرا حتى نسينا اللي خلقنا نسينا. وهذا الجو ناس من هذا النوع ينسيونا في ربنا عز وجل وهو ماذا؟ هو أن يأخذ بالإنسان بالتشويش في حياته والانحراف عما خلقهم الله له. السفاهة تعظيم السفاهة والمعاصي خليك العلاقات غير الشرعية وخيانات الزوجية التي كثرت بسبب هذا التواصل الاجتماعي خليك الآن الانحراف الشذوذ خليك الآن الأمور التي صارت تنتشر انتشار النار في الهشيم والإنسان الموسيقى هذه ولات عادية العري عادي الإنسان في بيتك تشوف الحرام في بيتك تشوف الحرام. والأمر الأخير الذي نستطيع أن
يعني نجمله في شيء مهم جدا، وهو أن هذه الوسائل قد هلكت ودمرت تربية الجيل. تربية الجيل الذي صار عنده اليوم أولادنا الذين يتربون الآن صاروا يفعلون ما شاءوا، وصار لا يستطيع الواحد أن يتحكم في ابنته أو ابنه. قديما لو كان إنسان عنده بنته وتحب تدير علاقة غير شرعية، يظهر عليها متى تخرج وكيف تتصل، كيف تتكلم مع هذا الإنسان، أين التقت به، لازم حدود وين التقت بالإنسان هذا. يقول لك أنا بنتي تديها من القراية تولي للدار، أنا نوصلها، مستحيل تتلقى مع حتى واحد. دوك تقدر تديها من القراية تسنها في القراية وتديها للدار، كي تدخل للدار تتصل بواحد أخر بكل سهولة، يشوفها وتشوفه بكل سهولة، وين تعسها تدخل بيت الخالة وتتصل معها عادي بكل سهولة. إذن هنا خطورة المراقبة والتربية في الأبناء، حتى أضحى الأبناء اليوم يعيشون، أو نجد أن المجتمع اليوم يشتكي من أسرة يعني تتعدد مشاربها. تلقى واحد لو كان حكمه جماعة من العائلة، الأب والأم والإخوة والأخوات، خمسة ولا ستة عائلة كاملة، ونقول لهم كل واحد يعطينا الهاتف تاعه، وندخلوا نشوفوا الإعدادات نتاع كل تطبيق، ما هي اهتماماتك أنت؟ تلقى واحد عنده اهتمامات سياسية، يخرج له غير الأخبار السياسية والتحاليل السياسية، وتلقى الأم مثلا تربت كما يقولوا بالجماليات من طبخ وديكور وغير ذلك، وتتبع الحكايات والأمور السفاهة وغير ذلك، وتلقى البنات والبنين يتتبعون كل واحد عنده مشرب. ولعله تخرج في العائلة الواحدة، أنا نعرف عائلة فيهم واحد شيعي واحد شيوعي واحد سني واحد ملحد، عائلة نعرفهم، عائلة صديقة نعرفهم بالواحد يعني كامل نعرفهم والله العظيم، غير عائلة واحدة خاوة من الأشقاء في أربعة، واحد شيعي واحد شيوعي واحد ملحد واحد سني، يعني منين كل واحد عنده مشرب من نفس الهاتف هذا، كل واحد يدي المشرب بتاعه. إذن الآن تعددت المشارب. شوفوا العلماء وش يقولوا، يقول لك إذا كان حبيت تربي ولادك يتربوا كامل مع بعضهم ويربيوا الرحمة على بعضهم من مائدة الطعام، كان واحد الرسالة صغيرة تتكلم على التربية، يقول لك التربية من مائدة الطعام، كيفاش نربي ولادنا من مائدة الطعام، كل بسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يقول بعض العلماء وش يقول، يقول الإنسان إذا أراد أن يربي أبنائه لحمة واحدة، كلمة واحدة، طينة واحدة، رحمة بينهم وتآلف، وش يدير لهم؟ يأكلون من طعام واحد في وقت واحد من صحن واحد، يأكلون نفس طعام، ماشي هذاك ما يأكلش هذيك نطيب له هذيك، وبعد هذاك ما يطيب له هذيك، وهذاك نطيب له هذيك، ويأكلوا الأخر يأكل على الزوج، الأخر على ثلاثة، الأخر على 12، كل واحد وقتاش يأكل، كل واحد يعني يشرق واحد يغرب، هذا يجعلهم ماذا؟ يجعلهم مختلفين. وبعد هذوك الصورة اللي على المائدة، وبعد تشوفها أنت بعد ذلك في المحاكم على الميراث، نفس الشيء، الأموال في يدي الكبيرة لازم يدي الكبيرة في الميراث، لازم يديها، وهكذا يتربى الأولاد. ومن هنا من مائدة الطعام يقدر الإنسان يربيهم متآلفين. في مائدة الطعام تقدر تشوف شكون من أولادك موالف يكون ماكلاش عنده مشكل، من ثم تبدأ تربيهم، والحكايات الجميلة وهذيك أيام الطفولة كلها تروح، ما حتكملها بالتواصل الاجتماعي. اليوم صرنا نقعد في مكان نقعد كامل كما رانا والهواتف. مرة من الناس، مرة من الأيام عرضت بعض الناس، كان عندي مدة ما رأيتهم، ناس عندي مدة أصحاب قدم عندي مدة ما شفتهمش، عرضتهم حتى نتذاكر الأيام ونحكم على بعض. سبحان الله جلسنا في صلاة العصر وخدينا كما يقولوا شاي وكذا، وجلسوا ورحبنا بعض الناس مدة ما شفنا، سنوات تصور كل واحد وشاوى اشغالاته. جلسنا مع بعض أيام الدراسة وكذا، حبينا نذكروا الأيام ونحكي ونسألوا شحال عندك أولاد وش كيفاش راهم دايرين وش راك داير، كل واحد يحكي لنا الأيام اللي غابها، والله ما حكينا كلمة. ملي جلسنا الهواتف كلهم الهواتف، وأنا قعدت نشوف، قعدت نشوف الناس، عندنا سنوات ما تلاقيناش، كل واحد يهدر في الهاتف، وبعد دقيقة وبعد ميساج، بعد دقيقة سمحوا لي، وبعد يعاود يولي، وبعد كذا. جلسنا مدة من الزمن
قلت لهم خلاص كملتوا الهواتف؟ قالوا لي خلاص كملنا، خلاص خبوا الهواتف. قلت لهم سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، اي السلام عليكم. فرقنا كلمه واحده ما قلناهاش، والله ما قدرنا نسالوا على بعضنا البعض. هذا جيل قد عاش طفوله، ومع ذلك شوف كيف اخذ به هذه الهواتف قطعتنا، ولا ما عندناش ما تعيشوش فيما بيننا، ما نسالوش على بعضنا. ولا اقول لك واحده كلمه وهذه راك تشعر بها انت، ولا الانسان يعيش ماذا؟ يعيش ادمانا. بحيث انا كي نكون نلعب بزاف الالعاب ونحب نشوف بزاف التليفون، راح تلقاها في التليفون، يولي هذا كي يجي يتكلم معايا يجيني لي، وكان يجي يقصر معايا يقول لي هاي نقصروا نحكوا واش كيفاش واش راه باباك واش راه يماك هذا ولادك، يجيني لي يا ودي غير خليني روح الله يسهل عليك، روح الله يسهل عليك خليني راني نلعب راني ندير ادمان. ولذلك سبحان الله عندنا نوع من الادمان رانا نعيشوه الان. حرم اولادنا حرمهم من الطفوله، قبيله قاعدين نحكيو مع بعض على الالعاب اللي كنا نلعبوها قديما. العاب شفت هذيك الالعاب، الالعاب التي كنا نلعبوها الزربوط والفرفاره هذيك و و و العب بالمواسم. يعني لو كان تضرب من غرب الجزائر الى شرقها الى جنوبها لعبه واحده تنتشر في سبتمبر اكتوبر، ومن بعد لعبه واحده في نوفمبر وديسمبر، وكل لعبه الا عندها وقت. اليوم يمات الزربوط تلقاها الدور الزربوط هذا في الجزائر كامله، والناس كامل طلعت جيل واحد تفكير واحد. دركا في وسائل التواصل الاجتماعي يكتب لك ايام الجيل الجميل الجيل الذهبي، ويخرج لك بعض الادوات وبعض الالعاب اللي كنا نلعبوها. الناس كلها تقول لك ايه الايام، عندنا ذكريات كي تجوز على حومتك وين تربيت وتشوف تتكلم معك حيطان الحي، الحيوط نتاع الحي تتكلم معك تقول لك انا انت هنا كنت تقعد وهنا كنت تلعب، عندك طفوله عندك ايام تتفكرها عندك ذكريات. عبالكم واش دارت لنا وسائل التواصل الاجتماعي، نزعت عنا الذكريات. الجيل تاع دركم ما عندوش ذكريات، ما يلعبش، لم يلعب، نقصت شخصيته ولا شخصيه شخصيه متكله، يحب يشوف برك من انجز لنا فيديو، شكون دار لنا فيديو جديد واش كاين جديد، ولا شكون حياته في الصبع. الصبع هذا دركا هذا الصبع هذا هو الذي سيسال في هذا الوقت يوم القيامه، شكيت هذا ولا يخلصها بزاف، يعني راح يسال بزاف امور يوم القيامه، لانه هو دوكا يطلع ويهبط. اذا هذه مخاطر، مخاطر كثيره. ولكن فرقه الاسره، كاين طلاق عاطفي موجود وين؟ في الاسره. كاين طلاق الموجود الاجتماعي الان الذي نعيشه اليوم موجود في الاسره. كاين الاب والام موجودان ولكن غير موجودين. كاين اب بصح ماهوش معانا، كاين ام بصح ما راهيش معانا، هما فيما بينتهم الزوج والزوجه ما كاش، والاب والام ما كاش. يعني واش صرنا بعدا؟ صرنا فقدان والتخلي عن المسؤوليه. حتى ولينا في المجالس تاعنا تاع الحكم يجيك الام والاب ويقول لك، اما جاني واحد كبير في السن زوجته 56 سنة يعني رايحه المرحله خلاص، يعني تسمى انسان يخاف ربي شويه. 56 سنة ربع سنين من الهاتف النقال، كان عندها تليفون حطبه جابوا لها خوها جاب لها، لان زوجها ما حبش يشري لها تليفون ذكي، يعرف زوجته. قال لي والله الذي لا اله غيره، امراه لا تعرف من الدنيا الا المطبخ. قال لي جبتها من مكان نائي وليس عيبا. قال لي امراه تعبيت، قال لي امراه نظيفه تعبيت. قال لي تعلمت الهاتف هذا 4 سنوات وهي في الهاتف. قال لي ولات تريد الخروج وتروح الاماكن مشبوهه وانا لا ادري. قال لي في يوم من الايام قلت لها شوفي اما انا واما الهاتف. قالت له الهاتف، خيرت الهاتف. نقول لكم والله غير طلقت على جال الهاتف، وسمحت في ولادها كلهم كما راهم من اجل الهاتف. امراه ما كانت تربت على الهاتف. يعني شوف الان ادمان، ادمان يقدر الانسان يسمح في عائله كامله. في نفس الوقت يقول لي هذا الزوج هذا، يقول لي شوف هاهي، قال لي ونتكلم امامها وامام اخوانها وخوتها. قال لي والله الذي لا اله غيره، وتدخل للبيت الان بعد ما كانت هذه المراه كل حاجه في مكانها. قال لي تدخل للبيت، قال لي والله غير تقول بهائم عايشين في البيت. قال لي من شده الاوساخ والاهمال بسبب الهاتف. قال لي امراه تغيرت نهائيا، غيرها الهاتف، لانه تشوف ديكورات وتشوف امور
ونسيت نفسها هي، لأن المواقع أنسوها الواقع. الآن نقلب الصورة، جت امرأة مع زوجها، هذه الصورة تكررت عندي كثيرا، والشيخ راه عنده استشارات أسرية يعرف منيح الأمور هذه. جت امرأة قالت لي أنا هذا الزوج لا أعيب عليه شيئا إلا أنه يدخل من العمل الألعاب 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 والمواقع المواقع حتى يسقط من النوم، سمح في أكله وسمح في كلش. قالت لي نسى بلي عنده أولاد، قالت لي ما يقدرش، قالت لي ولا يقولها معليش روحي انت شري معليش أهضري مع الرجال ديري وش حبيتي معليش أخرجي بك المهم خليني نلعب خليني نلعب على كبار السن 50 سنة. يعني تصور الآن ولينا نشوف الإدمان الذي هو ربما قد يكون أخطر في بعض الأحيان من الإدمان تاع المخدرات. هذا نوع من الإدمان الذي نمشي فيه حتى لو كان ندخلوا في موسيقى الإدمانية والموسيقى المخدرة وغير ذلك، هذاك شيء آخر، شيء آخر من أضرارها التي لو كان نبدأ نحكوا غير على الأضرار. ولكن نقاط موجزة حتى نترك المجال للشيخ، نقاط موجزة كيف نرشد أو كيف نسير بحكمة مع هذه وسائل التواصل الاجتماعي. أولا يجب علينا أن نستعملها لله، والطبيعة لا تقبل فراغ. ما نقولوش إحنا كاين بعض الناس ايش يقول لك، يقول لك انا التليفون حطبه ونغلق التليفون وما عنديش تليفون، ما يقدرش يعيش الانسان كيما هذا لان فيها منافع. كاين ناس عايشين في الغربه يعيش مع دارهم يشوفوه يشوفوها كل يوم يشوف دارهم ينقص من غربته يما تشوفوا. كاين امور ملاح ما شاء الله، كاين الناس يعني تصل الرحم بالهواتف، احيانا عائلات يديروا اجتماع بالهواتف، الناس يتخدم بالهاتف الان، الناس راهي تدير دراهم بالهاتف تخدم وتجيري وتشوف كاميرا وتشوف كامل المؤسسة نتاعك ولا تشوفها بالهاتف، تتصل وتشوف وتعمل أشياء والناس راهي تطلع وتهبط بالهواتف. يحكي لي إنسان في أمريكا يقول لي نسكن أنا بعيدا على المحل على مكان العمل 300 كيلو، قال لي كلنا في مدينة هيوستن قال لي نسكن 300 كيلو بعيد على العمل، قال لي في الصباح ساعتين طريق، قال لي ساعتين وإحنا نمشي في طريق، قال لي ساعتين كنت كملت نصف العمل، قال لي كلها بالكمبيوتر في السيارة كلها بالهواتف، قال لي نكملوا نصف العمل في طريق. الآن يستفيد شبابنا اليوم يتوب بالهواتف الحمد لله صاروا يسمعون، ناس يبيعوا في المخدرات يسمعون. أنا حدثني إنسان 17 واحد في مخمرة جوا على مرة واحدة خرج لهم اللايف تاعنا جوا مرة واحدة تابوا إلى الله. يعني هذا الشيء هذا مليح، يعني تلقى ناس خير كبير هذا يعني نشوفوه في إخواننا، نسأل الله يديم العافية والسلامة. إذن الآن إحنا يجب علينا الآن ما نقولوش باللي لازم نحسن التعامل مع الهواتف، يجب علينا أن نستغل الهاتف كسلاح. الآن هذا هو التحدي، التحدي أن يصبح الهاتف سلاحا، لازم يحيروا فينا، لازم يحصروا بنا، لازم إحنا كل واحد يقدر يقدم محتوى. قد شوف أنت ما تعرف والو تقدر تشوف حاجة إيجابية في زمن السلبيات، في جزائر السلبيات الآن، الجزائر التي الآن لا نرى إلا السلبيات فيها، الناس يورونا غير السلبيات، هاي حفرة هاي كذا هاي كذا. نعم حقيقة صح، مليح مليح باش نمدوا أمل ونقدروا ندير وسيلة تربوية وهي أننا نظهر الإيجابيات. كي نجوز على حي ندخل العمارة ونشوف حاجة مليحة نقدر نصورها ونقول شوفوا سبحان الله، يا ريت الناس كامل تأخذ هذا النموذج، الناس تقدر تفيق بهذه الأشياء هذه، نقدروا نخلقوا النماذج الطيبة أننا نصوروا إيجابية ونتكلموا عليها ونحطوها مليحة تاني، مش غير السلبيات فقط. ومزيد على ذلك نستطيع كذلك أن ندعو إلى الله، نقدروا ننشروا مقاطع، إما أنا نتكلم أو أنني ننشر كالشيخ تكلم على حاجة معينة بعدها. كاين الناس خدمته هذه هي عنده في العائلة مرأة متبرجة ولا كذا ولا بنت عمه ولا خاله واخته وكذا، يبعث لهم مقاطع تكلم عن التبرج، حاجة مقطع مليح يدعوهم بالتي هي أحسن يبعثوه. إنسان يشرب الخمر مقطع على الخمر يبعثه له، إنسان ما يصليش مقطع على الصلاة يبعثه له. بالك أنت ما تقدرش تنصحه، بالك ما عندكش الشجاعة باش تنصح، مش حتقدر تبعث مقطع. إذن الآن نقدروا نستغلوا، نقدروا أننا نقدروا نديروا مثلا البث المباشر، هذا البث أنتم الآن عددكم هذا أضعاف العدد هذا راه بيشوفوا فينا الآن، أضعاف وأضعاف وأضعاف، تتفرج فينا المرأة من مطبخها ويتفرج فينا السائق من سيارته، وراو يتفرج فينا الإنسان الحارس الذي يحرس في مؤسسته، وراو يتفرجوا فينا الناس من المقاهي، ويتفرجوا فينا الناس من البيوت، ويتفرجنا إنسان اللي راح يرقد
وغير ذلك حتى إن كثير من الناس من عندهم مسؤوليات وعندهم خدمة وعندهم تجارات وغير ذلك ومشغولين، والله غير يقول لي حتى نكون نحن نرقد في المساء نعود ندير اللايف نسمعه كامل باش نرقد، ما قدرش يحضر الدرس بصح بعد يسمع الدرس. إذن كاين فوائد كبيرة جدا جدا. تعرفوا أنه كاين بعض المساجد في كندا وفي أوروبا وغير ذلك راهم يحطوا دروسنا في الشاشات العملاقة في المساجد ويتفرجوا، يعني الدرس شتا الدرس هذا جيتوا انتوما كيما هما يجوا يتفرجوا تلفاز يتفرجوا شاشة، ما عندهمش اللي يدرس ما عندهمش اللي يقري، ولكن انتشر الخير بفضل الله عز وجل وبفضل هذا التسيير الحسن لهذه الوسائل التي أراد بها بعض الناس الشر، ولكن الله سبحانه وتعالى ييسر لنا أن نستعملها في الخير. نعطيكم أمثلة أخرى، الجمعيات الخيرية اليوم، الجمعيات الخيرية اليوم زاد نشاطها بهذه الوسائل، ولات الناس تصور كان جمعيات خيرية تظنها ضخمة وهي بمجرد صفحة في الفيسبوك، يبعث الإنسان كان مشينا لبعض المناطق جمعية خيرية واحد فيها إنسان واحد وش داير داير صفحة، هذيك الصفحة جمعية معتمدة بالقانون بكلش داير صفحة خصنا اليوم راح نديروا عملية لفلان بن فلان، الناس كامل تعرف قضية فلان بن فلان، كل الناس يمشيوا فلان بن فلان يديروا له عملية يحطوا له دراهم يديروا عملية، اليوم كان فلان بن فلان حاب يتزوج حاب نعاونوه، الناس كامل جيت تعاونوا، كل الناس ولا تتبع الصفحة وش كاين جديد شكون حاب نعاونوه شكون حاب كذا، الناس تاقت وشافت الأمر هذا ولا تمشي الأمر، يعني بمجرد صفحة كانت هذه الجمعية لمثلها إنسان واحد فقط كانت قسمة يجتمع عليها 1000 إنسان، يعني تقدر نتايا تضخم شيء بهذه الطريقة. ناهيك عن الأمور المباحة التي هي الآن شوف تعلم ثقافات حتى النساء في الطبخ حتى الإنسان في تجارة إلكترونية، كان الناس اليوم من بيوتهم يسترزقون وهذا أمور مباحة ولله الحمد منا، يعني ربي يفتح علينا بها، ولكن أحسن حاجة نستعملها هي أنها اليوم صارت صدقات جارية، ربما تتخلي مقطع ينفع الناس ربما قد يكون هذا المقطع أفضل من كتاب لأنه يصل الجميع الناس، ما يقعدش كالكتاب محطوط في المكتبة لا قريته ما قريتوش ما كاش، وإنما المقطع اليوم قد ينفع الناس ويبقى يمشي على مدار الأعوام وربما يمشي على ربما أكثر من 100 سنة أو أكثر، والناس ما زالت تسمع وتستفيد ويلحقهم الخير إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن الناس يرون كأنهم حاضرين رغم يشوفوا فينا بالصوت والصورة ويشوفوا حركاتنا وكلامنا وانفعالنا حول الموضوع وغير ذلك. إذن هذا من الاستعمال، هذه من يجيك من النية الحسنة، تكون عندك نية أنك أنت إنسان راح تحط صفحة من أجل ماذا؟ من أجل ربك سبحانه وتعالى، مش تخدم المجتمع، تكون عندك بصمة في الحياة، كل واحد فينا يقدر يكون عنده بصمة، تقدر أنت تدير صفحة وتنشر فيها إلا الخير، كل ما تشوف حاجة مليحة تحطها، قرآن، حاجة حديث، درس، مقطع، أي حاجة، تحول لايف تبعته معنا عندك، شحال يشوفوك؟ 3 عباد، معليش، ندي معهم الأجر، بالك هذوك 3 يتوب منهم واحد، وبالك هذوك 3 هما يزيدوا يشاركوها، وأنا ندي معهم الأجر، وبالك على يدهم يتوب واحد، إذن الآن أنا لازم يكون وصلة خير، كل واحد فينا لازم يكون وصلة خير، الحاجة الثانية وش هي؟ الذي تتعلق بتربية الأبناء وكذلك الأهل، وهي المراقبة، يجب علينا أن نغرس المراقبة الربانية والوازع الديني في أبنائنا وبناتنا. شوفوا لقمان، لقمان أعطانا درس، لشوف لقمان كيف يعظ ابنه، تجيب وصية لقمان تحطها في زمن الانترنت تصلح والله تصلح، وش قالوا يا بني إنها إن تكن مثقال ذرة أو من خردل أو تكن في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، يعني وين تروح وين تروح أنا ما أشوفكش، تفتح تليفون أنا ما أشوفكش، بس حبيلك وبين الله أنا نقدر نحيلك تليفون أقولك جيب تشوف تليفون أفتح التليفون أفتح الكود هنا وخليني أنا أنت نشوف، نقدر ندخل أنا الهواتف تاع أولادي ندخلهم ندخل بلا ما يفيق من الهاتف تاعي ندخله بس ما ندخلش ما نقدرش ندخل نخليه يتربى هو يخاف الله، نقول له أنت يا بني كي تفتح تليفون هكذا شوف تفتح تليفون ودير هلا تصورها وانت راك تشوف باباك ويماك حاطين وجوههم معك يشوفوا تحشم
تحشم تستحي تقول مسنا دقيقة حبس هذه ما افتحهاش وهذه ما افتحهاش وهذه ما افتحهاش. إذن تصور أن الذي يرى معك الله، تصور كل ما تدير الهاتف هكذا الله يراك ماذا ترى. لازم ما تجعلش ربي أهون الناظرين إليك. يعني كاين واحد راك نتايا كاين ماكش دير له حساب وهو راه ينظر إليك، هو الله ماكش دير له حساب، راك ديرو أهون الناظرين إليك. ما بعد تشوف واش حبيت، ادخل بيت خلا وشوف، روح في الخلا وحدك وشوف، واحد ما يشوف فيك، كاين واحد راه يراك. ألم يعلم بأن الله يرى؟ إذن الرقابة هذيك الربانية، وأن الله سيسألنا عن كل صغيرة وكبيرة لازم نغرسوها في أبنائنا. قولوا يا بني هذا الهاتف هذا أتعلم به، تعلم به تكنولوجيا، أتعلم به أشياء تنفعك، تنفعك في حياتك وتنفعك في دينك، وخليها بعد ذلك تعيش تمشي الأمور بخير. إحنا نقول لكم واحد حاجة، أنا نتبع شوية الأمور هذه ونشوف، وحاب نفهم وين وصلت الناس. الآن الحمد لله بدأت تروح الخلعة، شو اللي جانتنا الهواتف هذه شو تخلعنا بها شوية، دوكا بدأت تروح الخلعة هذيك، ولات الناس ملت، ملت الناس من مشاهدة الفساد، ملت الناس من الرؤية التي تغضب رب العالمين، ملوا الناس من سماع الكلام الفاحش في الهواتف، ولو الناس تحب تسمع في الخير، الناس تبيع في المخدرات وتسمع في المواعظ. الناس اليوم صاروا يشربوا المخدرات ويسمعوا المواعظ، لماذا؟ لأنهم كرهوا خلاص المعصية تمل، والله عز وجل نسأل الله أن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا. إذن الآن عندنا حاجة نغرس الرقابة الربانية في نفوس أبنائنا، أعظم حل لترشيد الوسائل هذه التي بين أيدينا. الأمر الأخير إخواني الكرام هو أن يتفقه الإنسان ويتعلم ماذا ينفعه وما لا ينفعه. شوف سبحان الله في كل شيء كان الناس أهل اختصاص. إذن شوف ما الحرام باين والحلال باين، يعني كاين الناس صالحين أم يوريو لك، والله يوري لك الطبخ معليش، يوريك مش طيب معليش، المهم مش يدير حاجة حرام ويعلمك. كاين الناس ميكانيكي، تدخل ميكانيك تعلم، ميكانيك تعلم، أنا سيارتي طيح نروح مباشرة اليوتيوب نتعلم، وحدي نتعلم قبل ما نديها الميكانيسيان، تتخسر لي أي حاجة في الدار ندخل غسالة ثلاجة نتعلم، والله نتعلم ونصلحها وحدي. يعني هذه كلها فوائد. الناس راهي بنات ديورها بوسائل التواصل الاجتماعي، الناس راهي تعمل أشياء مشاريع كبار وسائل التواصل الاجتماعي، يعني انتفع بها في الدنيا مش مشكلة، واجعلها محل انتفاع في الآخرة أولى وأولى. شوف نعطيكم مثال، كان أحد الناس، هذا الإنسان قال لي كنت بعيدا عن الله، بعيد بعيد، قال لي ما نعرف صلاة ولا ما نعرف شيء، قال لي في يوم من الأيام بأهلي وأولادي ما نعرف شيء، قال لي في يوم من الأيام شفت هذه المقاطع وهذه الدعوة المباركة، قال لي فإذا بي صرت نسمع المشايخ مواعظ، قال لي نجمع أولادي ونحطهم في التلفاز مواعظ، نحطها في التلفاز ونجيب الأولاد ونحط لهم شاي ونقول لهم يلا اليوم كاين درس نسمعه مع بعض، كأنه في المسجد يسمع، قال لي كل يوم يسمع، قال لي الآن عائلته كلها متدينة فقط بهذه الدروس، فقط بهذه الدروس. يعني يقدر إنسان ينتفع، بلك أنت ما تقدرش تدير درس في داركم، بصح تقدر تجمع زوجتك ولادك وتقول لهم يلا نجلسوا مع بعض نسمعوا يعني سلسلة في السيرة النبوية مثلا، وبعد الدرس نتناقشوا وش فهمنا وش ما فهمناش، حاجة اللي ما فهمناش نسألوا عنها الإمام، وبعد ذلك تتثقف هذه العائلة ويرفع من مستواها. نولوا وش نديروا؟ نتجمعوا ما بين التواصل الاجتماعي واجتماع العائلة، احنا مجتمعين مع بعض ولكننا نرى محتوى واحدا، عندنا توجه واحد. شفتوا بكري كانت الناس كامل تشوف نفس البرنامج، نفس الرسوم المتحركة، نفس حاجة كلها، قناة واحدة، الناس كامل عندها توجه واحد. انت هذك الطريقة اصنحها في بيتك بالطريقة الشرعية، بالطريقة الشرعية اصنحها دروس اشياء نافعة ونحطهم ونسمع أولادي، ونسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والسداد، والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين. Gracias.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، في الحقيقة تأكدت أنه الله عنك ماذا تقول الشيخ كشبيني كبيرين أقل الجامعة الشيخ مسيح يقدم قادة مستقايا أهو قال لك نزيدو لهم نزيدو لهم الشيخ كيف برولونغاسيون ما سبدا دوزيامي طويا احنا معارف تعرض الصينيون قديما للغزو عدة مرات، فقرروا لحماية أنفسهم بناء سور الصين العظيم الذي طوله كيلومترات وارتفاعه 7 أمتار وسمكه أو عمقه سمكه 4 أمتار، لكنهم بعد بنائهم لهذا السور تعرضوا للغزو 3 مرات. السؤال المطروح: كيف دخل الأعداء؟ الأعداء دخلوا من الباب، فالصينيون اجتهدوا في بناء الجدران ولكنهم تهاونوا في بناء الإنسان، فقد أعطوا رشوة إلى الحارس ودخلوا من الباب. ولذلك من هذا المنطلق أيها الإخوة في الله جاء الكلام عن دور وأهمية بناء الإنسان. بناء الإنسان وبناء قيم هذا الإنسان الذي بهذه القيم وبتحصيله وبهذه المناعة يمكنه أن يتصدى للكثير من الآفات، ناهيك عن آفات التي نجدها في وسائل التواصل الاجتماعي. خاصة فقط أردت أن أضيف بعض الكلمات على كلمات الشيخ، خاصة ونحن نعيش في فترة اجتمع فيها آخر جيل من جيلي إن صح ما أسميته بجيل اليدوية مع أول جيل من جيل التقنية. الآن يا إخوان الصعوبة التربية أن الأب الآن الأب اللي في عمره 40 سنة والأب اللي في عمره 50 سنة والأب اللي ربما في عمره 35 سنة لما نعطوه ولد زاد في 2000، هاد الولد زاد في 2000 ولا زاد في 2005 و2010 لازم نتفقوا بلي في 2009 خرج الفيسبوك، وفي 2014 خرج تيك توك، وفي 2004 خرج اليوتيوب. يعني الناس الآن لما نجيو إلى جيلنا ونلقاو باللي احنا فتحنا عينينا ولقينا الألعاب اليدوية، أنه كنا نلعب وكنا نتعب للحصول على الشيء ونتعلم عدة مهارات. أما الآن الجيل الذي نعاني منه الآن أن لقينا جيل اللعبة ديالو هذه هي، كي تنحيلو انت هذه التقنية يقول لك واش ندير انت تحصل واش ندير انا هيا واش ندير انت تحصل. لما جينا الى الجانب التربوي لقينا باللي انت الان قبلك الوالد ديالك، لما نجيو عند والدك نقول له كيفاش تربي وليدك يقول كذا نربي وليدي كيما رباني بابا، فلما كيفاش رباك بابا يقول لك حنا هابلي كيفاش نربيو. فلما حكمنا الموروث التربوي تاع الستينات اعطاو الموروث التربوي الى تاع السبعينات، ثم السبعينات عطاوها للثمانينات، ثم الثمانينات عطاوها للتسعينات، فجأة انقلبت الأحداث. في 2000 دخلت لنا التقنية وهاجت علينا هذه التقنية، فلما جينا الآن فتحت الموروث التربوي، جيت حكمت الموروث التربوي اللي تربيت به، جيت نطبقه على وليدي اللي في عمره الآن لك 15 سنة و18 سنة و17 سنة و14 سنة، جيت نطبق عليه الموروث التربوي، لقيت أنا في الموروث التربوي كما قال الشيخ وذكرنا بزمن الماضي، لقيت باللي في الألعاب ديالو كاين زربو طرشيكا وتشبتشاق ماريكان فرفارة. وبعد لقينا الآن في الموروث التربوي لقينا باللي الخالي كان يربي وعمي كان يربي وجارنا كان يربي واللي يبيع المواد الغذائية في الحي كان يربي واللي يكون جايز في التاريخ كان يربي. وبعد لقينا بلي الاسره كانت كبيره، الاب ما كانش يتعب تربويا، الاب كان ينوض الصباح يروح يخدم ويعاود يولي، وبعد يلقى ناس 20 وحده ويربي له في وليده، تقول كلمه بذيئه يضربك الجار، الام تقول له كي يجي خالك تشوف النتائج تاع الامتحانات
تلقى الأب ما يهضرش، الخال هو اللي كان يربي والعم هو اللي كان يربي. هذه الأسرة الكبيرة وهذه المنظومة التربوية فجأة لقينا بلي تشتتت هذه المنظومة التربوية، ولقينا أن الفكر الغربي أراد أن يدمر هذا التماسك الاجتماعي، فأرسل لنا هذه الفيروسات مثل فيروس الفردانية، وأن يستقل الفرد بذاته، يعني كل واحد يولي يستقل بذاته، كل واحد يولي المبدأ ديالو نغلق باب داري نعيش، كل واحد يعيش حياته، هذه كل واحد نعيش حياتي ونغلق باب داري، وبعد الجار تولي تقول الجار أنا ما أنا عندي 10 سنين وأنا ساكن هنا ما نعرف حتى واحد، إيه الله يبارك ما شاء الله هذا يا شوف ما يعرف حتى واحد، سلام سلام يجوز، ولات هذا الأمر المعايير. فالآن نحتاج إلى مراجعة المعتقدات، المعتقدات التي في أذهاننا، لما نراجع المعتقدات كيف أصبحنا نرى الحياة. نجي ونتكلم عن المخدرات مثلا، نحكم المخدرات، لماذا الكلام عن المخدرات داخل المسجد؟ قد يقول الواحد مش هتكلمون عن المخدرات داخل المسجد، لماذا نتكلم عن المخدرات؟ أول شيء أن الكلام عن المخدرات إخوتي في الله هو الكلام عن السرقة، الكلام عن القتل، الكلام عن الاغتصاب، الكلام عن الكذب، الكلام عن العقوق، الكلام عن جميع الآفات الاجتماعية، لأن المخدرات الآن أصبحت أم الخبائث، يعني هي مصدر لجميع الآفات. الآن المدمن داخل البيت ولا ينبئك مثل خبير، يعني المدمن داخل البيت الآن لما أسرة يكون عندها مدمن داخل البيت تتوقف الحياة، يعيش جميع الآفات. يعني الآن لو كان واحد فيكم يسألني يقول لي أستاذ أنت تلاقيت بالرجال السارقة؟ نعم. زين تلاقيت بالقتل؟ نعم. نعم. تلاقيت بالاغتصاب؟ نعم. زين تلاقيت بالمثلية والإلحاد والشذوذ؟ كلها سببها الإدمان، سببها المخدرات. ولذلك قيمة مناقشة والكلام عن هذه الآفة وعدم الاستهانة بها. الأمر الثاني، ولذلك من هذا المنطلق أوجه رسالة إلى البائعين، إلى مروجي المخدرات، نقول لهذا المروج وهذه الرسالة دائما نكررها، هذا البائع تاع المخدرات الآن كاين واحد الإدمان يا إخوان، وهو إدمان الربح السريع، إدمان الربح السريع. الإنسان فطرة ما يحبش يتعب، الإنسان ما يحبش يتعب، يحب يعيش، يحب يدير ما يهواه أو تهواه نفسه، هذا هو الفطرة. كاع نحبوا نربحوا، كاع نحبوا ومن داك المورد نلقاو الدراهم، أنه نخدم شوية يعني جهد قليل وربح كثير، هذا الأمر نجده في بيع المخدرات. يعني المخدرات قليلة، تلقى بلاكة باطة 10 بايط كرتونة صغيرة ويدي فيها درهم كبار، وبعد جارو هذاك مسكين وش يصرى له؟ يبيع البطاطا، يبيع الزروضية، يروح للسوق يشري 3 تاع الصباح يجي يبيع نهار كامل مع الأخر، يزيد البطاطا يزيد يبدل الصغيرة مع الكبيرة، وتعب كبير، بعد ذلك التعب كبير يربح 1 أو 2 ملايين، وهذاك يربح قريب 200 مليون في صفقة، يعني يقدر يخدم هذاك 20 سنة. هذا الربح السريع نقول لك أيها البائع للمخدرات، تصور باللي ما تشوفش، لا ترى أن ربحك في المال، هذا مال حرام ستسأل عنه يوم القيامة، لكن أردت فقط أن أنبهك على أمر، كيف ستقابل ربك يوم القيامة إذا جئت ووقفت بين يدي ربك ووجدت في صحيفتك أنك أنت قد ارتكبت 20 جريمة قتل، وأنك كنت سببا في طلاق ودمار 50 أسرة، وعندك 40 جريمة اغتصاب، وعندك 100 وحدة زانية زنيت بها كنت سببا في أن زني بها، وكذلك جريمة سرقة، تقول لي أهو أنا درت هذا ما درت والو، وأنا كنت بيع المخدرات، أنا كنت نصلي في الصف الأول، أنا كنت نصلي في المسجد. تلقى الكثير من المروجين يصلوا في المسجد، تلقاه يصلي في المسجد ويشارك ويقول لك اش ناس حق ورانا هنايا، ويبعث بابه ويمهل الحج. انا ما خاطئ، انا كنت نبيع فقط، نبيع هذا ما كان نبيع، خاطر الله غالب ما كاش خدمه، والفت جربت ضغط اجتماعي
فالآن يقوم بهذه التبريرات. فنقول لك والله الذي لا إله غيره عليك أن تتوب قبل أن تجد هذا الأمر في صحيفتك. الأمر مروش سهل، لأنه أنت تبيع الحبة وتروح ترقد، أبتعرف هذه الحبة هذه وش دارت؟ كي الناس عماتهم، أمهات تنعماو، أمهات يبكون حرقة. الآن قبل ما نجي يعيط لي أحد الآباء مدمر نفسيا، خلاص قال لي نحاوزوا من الدار، نحاوز وليده من الدار، ولد واحد فقط يحاوزوا من الدار، خلي ما قدرش نتحمل. قلت له اصبر معليش الخميس جيبهولي. تصوروا هذه المعاناة والإنسان هذا يا تلقانا. يعني الآن يجب أن نجمع بين دور المجتمع المدني في الوقاية من هذه الآفة، لأنه أردنا أن نتكلم عن أدوارنا نحن. يعني هذا المروج وهذا البائع كي احنا كاع نقولوا له الحاج أو جا الحاج، وحنا بالنا بلي يبيع مخدرات. الحاج واش راك لاباس بخير؟ الله يبارك. شوف هو يبيع المخدرات صح، ولا غير قلبه بيض، ولا غير ما خلى حتى واحد في الحومة، ولا غير تشوف فلان تزوج، ولا غير واش راه له كبش، ويولي قدوة. ولما يولي هو قدوة، هذاك القدوة هذيك القدوة رانا نزيدو نمرضو في ولادنا. ولما تجي الأم والأب قد يكونون وسيلة ضغط لابنهم. هذاك الابن اللي قرا وتعب ودا ماستر ودا جينيسي بي جيستي وكمل قرايته، وبعد ما لقاش شيء ما لقاش خدمه، وبعد راه يخدم في سوبيرات او يخدم هكذا ويرفد ويدير، او يخدم خدمه يخلص 3 ملايين. وبعد في بعض الاحيان الاباء هم من يصنعون هذه الافه، هم من يصنعون انحراف ابنائهم او يدفعونهم للانحراف. لما تجي الام ولا الام الاب يقول شوف جارنا شوف بعتي يمه للحاج بنى لهم فيلا، تقول هيا يما هذا على بالك راه يبيع يخدم الحرام، يدخل لك دبر راسك سلك راسك كيما يسلك راسه. ضغط اجتماعي، هذا الضغط هذا يولد لك ضغط. لما تشوف المنظومة الفكرية يعني المعتقدات الاجتماعية تشوهت، لما يولي هذا التشوه يولي عندنا ضغط. هذاك الوليد الفاميليا، هذاك العاقل، هذاك اللي كيتجه الرشوة ما يشدهاش، الآن المجتمع شنو يعيطلو؟ يعيطلو راقد كاري، وبعد الاخر يسميوه قافز، وبعد يسميوه الشباب في الشارع يعرف في نافيغي. شت هاد الامور هذيا، هاد الامور اللي راه يدير لنا ضغط باش الوسائل والافات الاجتماعيه راهي تنتشر، ويولي الفكر تاع يعني نحتاج الى مراجعه منظومه القيم. يعني نرجع الى منظومه القيم، يعني ما هو الفعل الحسن؟ شكون هو العاقل؟ شكون هو وليد الفاميليا؟ شكون هو كذا؟ حتى نقيم الناس. لما أصبح تقييم الناس بالماديات، يولي تقييم الناس بالماديات حتى أنهم يذكرون أنك إذا أردت أن تهدم حضارة فعليك بثلاثة أشياء: عليك بهدم الأسرة، وذلك بأن تجعل الأم تستحي من كونها ربة بيت. كون الأم تستحي من كونها ربة بيت، فوش تدير؟ ما ندير والو، أنا في الدار، يتلاقوا في العرس، انت واش ديري؟ ما تخدميش، قاعده في الدار. بونيشا، شت بونيشا وتخدم. هذا الامر يولي ضغط اجتماعي، وبعد يبدا يصير صراع في العائله. كون انه الان قالوا الامر الثاني ان ننقص من قدر المعلم، فان نجعل التلميذ الان يتجرأ على معلمه. كملها شيخ معليش. أن يتجرأ على معلمه. ولذلك بعض الأحيان يكونوا ناس مجتمعين وبعد يقولوا واش تخدم؟ انا امبورطاتور نامبورتي كذا، وانت انا عندي حوانت في دبي، وانت واش عندك؟ وبعد وانت يقول له معلم عيط، لا معلم تسمى الله، يقول لهم الله غالب، انا تسمى قري في الله غالب، تسمى ابتدائي، تسمى الله تدخل في الله غالب، وشغل ما يقدرش يقولها، وبعد ما يعتش على بالك بلي انا اللي صنعتك، انا اللي قريتك انت باش راك انت مسؤول. ويديك يولي هذاك المعلم، وبعد غير يقول المعلم نقولوا شنو نشوفوه بلي مسكين، وبعد المعلم هذا كيولي يمشي في الشارع يخافوا من التلاميذ، ولا دوك المعلمين يخافوا من التلاميذ. يقول لك هذا التلميذ كان يقرا عندي في الثانوي، وبعد عيطت عليه، وبعد بيعت لوالديه بلي يتناول المخدرات، وبعد يقول له ها اشوف دوك كاش يدير هذا المعلم هذا شيخ.
راني نفكر كيما انت، راني نفكر كيما انت شيخ. كيفاش؟ راني خرج الصوت. شيخ، شيخ عبد الكريم شحال الوقت؟ عشرين دقيقة. أنا صوتي خرج لي لا حاجة ديال عمتها. شيخ شيخ في صلاة شويش كبير يكون دي سلبي ما صلاة شويش كبير لا. الأمر الثالث، قالوا إذا أردت أن تهدم حضارة فعليك بالاستنقاص من قدر العلماء والنخبة في المجتمع، وأن تعلي من قدر التافهين، يعني تشويه القدوة في المجتمع، وهذا ما نعيشه للأسف بسبب وسائل التواصل الاجتماعي. الآن من هم قدوة لأبنائنا؟ الآن معايير القدوة قد تشوهت في عقول أبنائنا والكثير من شبابنا للأسف الشديد. ولذلك لما نجيو إلى التفكير الاجتماعي، لما نجيو إلى منظومة القيم، نلقاو أيضا من أسباب تناول هذا الموضوع والكلام عن المخدرات كيف أصبحنا نرى المخدرات. نعطيه الآن واحد المقارنة بسيطة بين الماضي والحاضر.
في الماضي المخدرات أظن أنها كانت يعني نادرة، الأمر الذي كان منتشرا وهو الخمر، لكن كيف كانت نظرة المجتمع للخمار أو السكران؟ كانوا يسمو يعني كل منطقة يسميوها يعني بطريقتهم، لكن كانوا يسميوها مثلا احنا مثلا في العاصمة يعيطولو الكيلو أو يعيطولو السكرجي. فيعني الآن تلقى هذا الأمر لم يكن منقبة، لم يكن، بالعكس كان عبارة عن تنابز بالألقاب. أنا أعرف إنسان كبير في السن قال لي أنا كنت مدمن على الخمر، توقفت عن الخمر بسبب أمر واحد، ما هو؟ أنه قال لي أحد المرات جيت راح نقبل بنتي صغيرة أو ابني الصغير، فقال له قال له بابا قال له رامي يقولوا لي أنت يا ولد الكيلو، أم يعيروه يا ولد الكيلو، هذا ولد الكيلو. قال أنا الآن أسبب حرجا وأنا سبب لتنمر أهل الحي بأبنائي، فتوقف عن الإدمان. الآن لما نجيو إلى المجتمع المدني ونلقاو اللي يتناول المخدرات يقول لك مثلا يقول لك أم جوز حب رجلة هام لك ليزوم، يعني لما التفكير تعنا بهذا المنظرق رح يخلينا الآن نبعث رسائل ضمنية لأبنائنا، هذا الإب اللي يجي طالع تتشوه عنده مفهوم الرجولة. أي مفهوم للرجولة؟ أريد أن أعرف تعريف الرجولة حتى نفهم يعني أو تأثير المخدرات في بناء شخصية أبنائنا. أيضا لماذا نتناول ولماذا الكلام عن المخدرات؟ وذلك لسرعة انتشارها، سرعة انتشارها. الإشكال أيها الإخوة في الله أن المخدرات لم تصبح يعني معينة أو مصبح مقصودة لفئة معينة. الآن نعيش هذا المخدرات عشناها في جميع الطبقات، يعني ندخل الآن إلى المستويات الدراسية، يعني الجامعة، الثانوي، المتوسطة، وللأسف الشديد وجدناها في الابتدائي. تصور الابتدائي الآن، ولد في الابتدائي الآن نجي ونلقاو عند المخدرات، نجدها عند المثقفين وعند الأغنياء، عند الناس اللي ما تخدمش، الناس اللي تخدم، الناس اللي عنده شركة، نزوج اللي ما عندوش دراري، اللي عنده دراري، الإنسان اللي في عليه اللي عنده دار، اللي ما عندوش دار. مشكلة هذه المخدرات سرعة الانتشار، هذه سرعة الانتشار خلتنا نخاف على أبنائنا، خلتنا نخاف أنه ما كل واحد يقول لك لا لا الحمد لله، لا لا لازم تخاف، لازم تبدأ تحوس، لازم كل الناس يجوا يديروا ملتقى يتكلموا عن المخدرات. أنا نجلس ونقول أنا حاب نسأل، أنا في 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 مأمن إن صح أن نقول اليوم في مأمن من هذه الآفة، لكن كيف يعني ما هي سبل الوقاية من هذه الآفة؟ ولذلك لسرعة انتشارها حتى وجدناها لناس يحفظون القرآن ابتلوا بهذا الأمر. أيضا أنها صعبة المراقبة، صعبة المراقبة. يجوني آباء الآن يقول لك أستاذ ولدي راه يتناول المخدرات، شحال عنده من اللي يتناول؟ لقينا باللي يتناول، أنا اللي كيقول لي شوف كيقول لي الأب يقول لي عنده 3 سنين، أنا نضربها في زوج، نضربها في زوج، كي نقعد مع الشاب نعرف باللي عنده 7 سنين ولا 8 سنين. يعني لما نتحدث معاه ونخليه في أريحية ويحكي لي نقول له احكي لي شحال، يقول لي عندي 8 سنين، لكن الأب يقول لك عنده 3 سنين. شحال عندك من اللي عرفت؟ عندي 5 شهور. شحال عندك من اللي عرفت؟ عندي 1 أسبوع. المشكلة صعبة المراقبة، وهنا نفتح قوسا لكلامي عن العلاقة مع أبنائنا. السؤال المطروح أيها الآباء أيتها الأمهات، هل أنت الآن عندك علاقة مع أولادك؟ كما تكلم الشيخ قبل قليل مائدة الطعام، مائدة الطعام هو منبر تربوي لا يمكن أو لا أنصح الكثير من الآباء ألا تضيعوا هذا المنبر. يعني نخدم نقول لكم أنا الآن مائدة الطعام هي الرومبوان، الرومبوان تاع الليل هذاك هو اللي يتلاقوا فيه السيارات، تعاود أنت تراجع دير الانفونتار دير الإحصاء. اليوم الآن مخليش أنا يقول كي الناس أصبحنا الوفرة، مسألة الوفرة هذه أثرت في تربية أبنائنا. قديما في الغالب قريب الناس كانت عندهم الضيق،
قريب الناس يعني شغل معظم الناس كان عندنا زوج بيوت بيت وكوزينة تلت بيوت دوك الإنسان عنده لي تسع ساكن وحده تلقاه يتبجح يقول كان عندي الولد عندي أسبوع ما شفتوش على بالك هو يدخل صباحا يدخل العشية هو عنده بيته وأنا عندي بيتي والطفلة عندها بيتها وتغلق على بيتها المهم الحمد لله يأكلوا ويشربوا ويلبسوا حتى تجي الطامة وبعد يجي يفطم يقول لك الآن أنا نعيش في مصيبة أو صارت لي حدثت لي مصيبة لذلك الأمر يحتاج إلى العلاقة هل الآن عندك علاقة مع أبنائك تقول لي سؤال تقول لي وكيفش نعرف أنا عندي علاقة مع أبنائي هل أنت الآن نعطيك معيار هل أنت كي تكون قاعد جالس في مائدة الطعام ولادك راهم قاعدين هل أنت تقدر تعرف وليدك راهو مليح ولا ما راهوش مليح ننطلق من واحد العلاقة العميقة علاقة عميقة بين الصديق وصديقه شت أنت كي يكون صاحبك قريب ليك كما يقولوا لامي أنت متاعك في بعض الأحيان يكون يهضر ويكون يضحك وتقول لهم ما راهوش مليح يقول كيفاش عرفت أنا نعرفه صاحبي شغل الروح تتكلم مع الروح تعرف الاهتمامات تاع أولادك ولذلك لما يجي الإنسان الكثير من الآباء يقوم بدور الرعاية وليس دور التربية يوكل ويشرب ويلبس وهذا هو يقول لك الحمد لله أنا نؤدي الدور الذي علي فلما يجلس الآن لا يعرف ما يعرفش أولاده لذلك الولد قاعد مع تلقاه راح لك وين راح الأولاد الطفلة هذه وشي يدير كل شيء تفكر هل أنت قعدت مع أولادك وتحدثت معهم هذا من ضرري وسائل التواصل الاجتماعي أن نقول التقاطع الاجتماعي يعني ولت وسائل التقاطع الاجتماعي نحي لهم الخيط تعلو فيه يخرجوا يخرجوا قاع أروح أروحوا لهنا قعدوا 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 هاي نهضروا شوية هاي نهضروا وشك حاب الدير وشك الدير أنت معاملك الدور قديما كان الإنسان ابن بيئته اليوم أصبح ابن تعبئته الآن وليدك الآن داخل البيت نقدر يقعد الولد داخل البيت نهار كامل والله نحسه بلي قنبولة الولد نهار كامل يقول كان وليدي ما يخرج قاعد في الدار غالق الحمد لله ما عاقل ما يأذي أنا نقول لك هذا مشكلة كبيرة حاول أن تراقبه وليدك وش راه يدير ما من راه يهضر ولد صغير 14 سنة ولا 15 سنة أنا أعرف حالات أنه ناس تشيعت طفلة عرفت شيعي وبعد تشيعت بعد لما جيت تقول لك أستاذ وبعد دخلت بشيعة ولا شيعية بسبب لعبة لعبة وبعدهم يلعبوا أونلين وبعد أونلين تتعرف عليهم بعد في البريفي وبعد رأي تحكي وما تقول لك أنا المهم راهي في البيت غالقة ما أذتني موالو وانت الآن راك راقد ما شاء الله مليح الذي لا يتعب مع أبنائه في الصغر سيتعب مع أبنائه في الكبر والذي يتعب مع أبنائه في الصغر سيرتاح في كباره ولذلك يحتاج الأمر إلى مراجعة تربيتنا وعلاقتنا مع أبنائنا نراجع العلاقة ديالنا مع أبنائنا لأن الكثير من الآباء علاقتهم مع أبنائهم علاقة سطحية علاقة سطحية يقول كي أكل يشرب على بالي بلي ما يحبش البطاطا يحب الخرشف ينوض الصباح ما يحبش هذه والدلالي تحاد الوقت ويستقيل ويقدم الاستقالة دياله يقول لك خلاص الله غالب عيونا الجيل تحد الوقت عيانا وراه الحل الاستقالة نقعدوا غادينا لقدين ونخلي ولادنا هكذاك الأمور تهوب والحالة نخليوها هكذا كي تمشي والآفات الاجتماعية راهي تزيد ولذلك الإنسان يحاول أن يراجع يحاول أن ينشر الحب لأنه عندنا مرحلة وقائية مرحلة أنه لازم أن نغرس القيم النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عباس احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة كلام كبير عقيدة توحيد تسليم للقضاء والقدر ولد في عمره 7 سنين لكن هذه اللقطة هذا الحديث هو اللي خرج لنا عبد الله بن عباس رحل عند 6000 من الخوارج يناقشهم لما قال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال له أخاف عليك يعني شدك الحديث خرج له خافش قال له أسلم أمري إلى الله وراح وخرج معه 2000 واحد تاب لذلك الآن نحتاج إلى غرس القيم بناء العلاقة هذا الولد لأن أخطاء حفظ القاعدة هذه أخطاء الطفولة تظهر في المراهقة أخطاء الطفولة تظهر في المراهقة علاش دوك ولادنا الآن تلقاه يلحق المعين يقول لك تعوجني الولد أنت ما كنتش تربيه شت الولد 5 سنين 6 سنين 7 سنين 8 سنين واش نقدر ندير له
هيا روح مثال أروح هيا روح لو كان يرقد ما نرقدش أرقد قلت لك جبد له البليغة تقرصه يرقد يخاف يخاف هاد 18 سنة جبد له البليغة لكن وش يدير انت ما كنتش انت الآن لذلك دائما أوجه كلمتي إلى المدارس القرآنية نقول للمدرسة القرآنية عندكم فترة تعبئة عندكم فترة أنه أنا نقول المعلمين المدرسة القرآنية نقول لهم بلي أنا نقدر نجيب لك وليدي من 5 سنين حتى 16 سنة بصح مور 16 سنة النتيجة ديالك ما نقدرش مور 16 سنة خلاص وبعد يولي يقول لي لا ما نروحش هذاك الشيخ يقلقني ما نحبش نروح إذن أنا جبته لك قريب 10 سنين واش خدمت أنت فيجب أنه هذاك الوقت وقت الاستثمار وقت التحبيب لأنه التحديات كثيرة تحديات تبيع حاجة تخرج دراهم كبار الآن لما نقوله للماضي ودائما نديره المقارنة الآن الوفرة قانون الوفرة أثر في علاقاتنا الاجتماعية كل حاجة كاين بزاف رسومات المتحركة كاين بزاف الأفلام كاين بزاف السيارات كاين بزاف ليتسع كل حاجة كاين فذهبت قيمة الأشياء ما ولات حاجة ما نستبدلوها حاجة ما تستبدلها ما كاش المتعة تلقى إنسان عنده أموال طائلة لكنه كئيب لبعده عن الله تبارك وتعالى وأخطر شيء يا إخوان في المخدرات لماذا نتناول موضوع المخدرات لأنها الآن أصبحت حل الشباب أصبحت حل من الحلول الكثير من الشباب الآن أو يتناول المخدرات سبب ذلك أنه جعلها حل في الحياة يقول لك حل ما قيتش أنا كاش ندير لأنه ضعف الشخصية تاعه ضعف تقديره لذاته كونه لم يستطع التكيف مع المجتمع والأوضاع الاجتماعية احنا هذا الامر نعود نرجعه للتربيه لانه احنا ضيعنا المنظومه التربويه لما الولد كان صغير ما نبيناش فيه تلك القوه لبناء شخصيته ما خليناش الولد يتكلم لما الولد جاي يتكلم نقول له اسكت امشي روح فلما لقى واحد اخر يسمع له يطبق هو يصبح قدوته في هذه الحياه فلما تجي الان الشاب اصبح لا يستطيع التكيف مع المجتمع خلاص ما لقيتش خدمه وراه الحل تناول المخدرات بابوي ما تلقوا مانيش مليح مخدرات حبيت ندير هذا الامر وما قدرتش نديره مخدرات المخدرات تخليك تعيش العالم الوهمي هذاك العالم الوهمي اللي تخليه يعيش هذاك الخيال الامنيه الاحلام هذوك الاحلام يعيشهم وهميه وبعد يخلص المفعول تاع المخدر يعاود يدخل الى درجه الاكتئاب اذا واش لازم يزيد الجرعه حبات ولي زوج والزوج تولي ثلاثه قبل أيام جاءني أحدهم إلى المكتب يتناول قرابة 45 حبة تصوروا 45 حبة في النهار يعني أتصور إنسان يتناول 45 حبة تاع مخدر في النهار وهم يعني الله يبارك عليهم يعني ماديا ناس أغنياء فلما تجي أنت الآن إلى مشكلته ما هي عدم التكيف ما قدرش بعض الأحيان كاين بعض في سن الثانوي يعني في المراهقة كاين واحد الحاجة في الثانوي وش يديروا شت الولد يكون عاقل في المتوسطة وبعد يدخل الثانوي كي يدخل الثانوي كاين واحد الحاجة يديروها له لأنه كي يدخل الثانوي يبدأ يتلاقى بالمجتمع يبدأ يخرج من ذلك البيت البلاستيكي اللي بنيناه له فيولي عنده يعني يريد أن يعبر عن رأيه فلما تلقى الآن لغة الحوار ضعيفة عنده يعطوا له حبة تاع مخدر يقول له ها تحب تهضر شوف كيفاش تولي تهضر هو يتناولها يولي يهضر ويولي يتكلم انت قنعه الان باللي المخدرات ماشي ملاح يقول لك معليش انا حبس المخدرات علمني تقول له ما عنديش الوقت انا باش نهضر معك انا عندي الوقت مع الهاتف انا نتكلم الان مع الهاتف وكل واحد عايش وحده ولذلك الان تناول موضوع المخدرات في زماننا هذا موضوع هو ضروري جدا وهو موضوع يحتاج إلى أن نكرر الكلام فيه غدوة الآن عندنا هذا الموضوع نتكلم عن المخدرات وين في الجامعة راح نتكلموا في الجامعة وتصوروا باللي كده راح نتكلموا في الجامعة ما راح نتكلموا بصورة المثقفين وأنتم في أمان من الله لا ما في الجامعة كاين مخدرات علاش لأنه مرحلة التحرر يدخل الجامعة خلاص المراقبة الكراس المراسلة والمراقبة الذاتية وخلاص يقول لي الآن يحس بلي أنا كبرت وأناني في الجامعة إذن وش لازم ندير أي حاجة متاحة أكبر شيء متاح هو المخدرات ولذلك يجب أن
نثمن مثل هذه الجهود وأن نكرر مثل هذه المجالس وأن نتكلم عن هذا الأمر الذي ضرره لم يتوقف عن أنه ضرر في جانب معين. أي مرض الآن، مرض السرطان ضرره نفسي وجسمي. المرض الوحيد الذي ضرره لا أقول رباعيا وإنما خماسيا أو سداسيا وهو الإدمان الوحيد. شوف، ضرره إيماني وضرره نفسي وضرره جسمي وضرره أسري وضرره اجتماعي وضرره مادي. مع الذي يتناول المخدرات سيصاب في إيمانه، دائما الإيمان تياله حيضعف وينقص ويترك الصلاة ويولي يضر بنفسه ويفعل ويعق والديه، يولي يكذب، يولي يسرق، يولي الآن مسجون، يولي مستعمر كما أذكر دائما هذه الفكرة، يولي مستعمر. وهذا المستعمر وهي المخدرات، استعمرته هذه المخدرات وتولي هي تمشي فيه، أسرق، أكذب، خون، دير دير دير، وتتوقف حياته. ضرره جسمي، كم من واحد الآن كان الله يبارك عليه في جسمه كان قوي البدن كان رياضيا والآن أصبح يعني يعاني من عدة أمراض بسبب إدمانه للمخدرات. ضرره نفسي، نجد المدمن المخدرات، أسأل الله عز وجل أن يشفي جميع أبنائنا وأن يهديهم، تجده يعاني من الاكتئاب، يعاني حتى من الأفكار الانتحارية، ومنهم من انتحر تلقاه يعاني من الانتحار والشلل والعقب وغير ذلك. ضرره اجتماعي، الآن مدمن المخدرات، علاش لازم نتعاونوا على المدمن؟ لأنه هذا المدمن ماهوش يضر في روحه، لا يضرني نايا أنا، ما تخرجش عليا جاري مدمن، ما تخرجش عليا، علاش؟ ما نقدرش نروحوا فاكونس، يسرقنا، نخاف يسرقني، ما نخاف أنا يضرب يسالوا، نخاف على أولادي، ولذلك نقدر نعاونوا باش نسلك أولادي نايا، لأنه ما نقدرش نخليه معاه، خليش يطلع معاه ويهبط، نخاف يقول لوليدي اقعد هنا عسلي السيارة تاع الشرطة كي تجي طالعة نعطيك 100,000، وبعد وليدك تجاب لك 100,000 ونعود نولو إلى التربية. سقسيت أنت وليدك منين جاب لك دراهم؟ لا هو نقص عليا وليدي، هو خلص تريسيتي، منين جاب دراهم؟ يا ود بالك يكون كيما سلك أموره حتى يولي المشكل كبير. ولذلك ضرره اجتماعي، ضرره أسري، في الأسرة ديالو دمر الأسرة. تلقى المدمن هذا ربما كاين اللي ختو ما تزوجتش خاطر هو مدمن، يجي يخطبوا اختو ما شاء الله مربيه عاقله بنت فاميليا، لكن لما تجي قال مسح خوها فلان ما نقدرش، علاش ما تقدرش؟ ما فيها ولا خيا عاقله، لا نخاف. وكان يصرى لي مشكل معها يجي خوها واش يدير لي هذا؟ يهضر معاه ما يهضرش معايا، هذا يقدر يضربني يقدر يدير. فشفت الضرر تاع المدمن، يعني مسكين هذا الضرر هو مادي، ما لقيناش الان مدمن رفض روحه. قبل اسبوعين احد التائبين الحمد لله ممن تاب على يعني بسبب هذه الفيديوهات كان يعني من أكبر المدمنين، تناول جميع أنواع المخدرات، قال لي أنا الآن كنت في اليوم ندخل لك درهم كبار حتى 35 مليون في الليلة الوحدة. قال لي والله دراجة ما شريتهاش، فيلو ما شريتوش، الآن الحمد لله تاب وراه يخدم ويخلص، سبحان الله يخلص 10%، يخلص 3.5 ملايين أو مخبي دوك 2 ملايين، عنده شهر من اللي بدا مخبي 2 ملايين. شفت ربي بارك له في حياته، ولذلك ضرره مادي. هذه الأضرار التي يعاني منها المدمن آن له أن يأخذ القرار ويخرج من هذا السجن الذي هو فيه. ونسأل الله عز وجل أنك تكون مناسبة، لأن الموضوع طويل شوية وأنا أظن أنني أطلت عليكم، لأن الله وليد حومتكم داني قاعدة مخصية حماولي وشيخ عبد الكريم، لكن مرة الجاية نجي وحدي أنا. نسأل الله عز وجل أن ينفع بنا وأن يرزقنا الإخلاص والسداد والقبول، ونسأل الله عز وجل أن نتعاون كلنا، يجب أن نتعاون، قانون التعاون يا إخوان، ما نعيشوش الأنانية، كل واحد يؤدي دوره في هذه الحياة، لازم تحط اللمسة ديالك والبصمة ديالك في هذه الحياة. جار مد قيمة لجيرانك، وليد الولد هذا 14-15 سنة، علاش ولينا نلقاو في الحي؟ في الحي تاعو، في الحي تلقى ولد 14 سنة شايد كما نقول لك الكارو تاع الدخان، هذه ما كانتش، شايد كارو تاع الدخان في الحومة وباباه معانا، وبعد نقدروا نتشفاو تشوفوا تقول له المشكلة أنك تقدر تضربه ولا تعيط عليه، باباه يجي يضربك ويقول لك ما تمسليش وليدي. يعني هذا الأمر لازم نرجعوا المنظومة، لأنه لو كان نتعاونوا ونرحموا أبنائنا المدمنين
لأن والله غير فيهم خير. إحنا نتكلموا ونتكلموا والحمد لله فيهم خير والناس يتوب، لكن كل واحد فينا يؤدي دوره في هذه الحياة، ونسأل الله عز وجل أن نتعاون على هداية شبابنا. خلاص 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 ما حزيد يهدر لا حضرتوني خلاص. وهذه القصة هي فيها رسالة للأباء. كان بعض الأباء هم السبب في الإجرام، نسأل الله يهديهم. ولذلك نشوف الآن عندنا الآن إنسان وليده في العشرينيات مجرم، وليده مجرم، مجرم تاع مخدرات، مجرم تاع آفات اجتماعية. الآن هذا المجرم احنا نتمنوا له نخدموا باش يتوب، باش يتحول إلى مجرم، إلى رجل صالح. لما حكموا عليه الآفات ودخلوه للسجن، الأب تاعو باع البيت باش يمد ويخلص وليده ويخرجه باش يرجعوا بريء، وعاود باع البيت وعاود خرج الطفل هذا. الطفل هذا كيخرج ولقى الدعم من عند الأب اللي عرى العائلة على جالو، عباكم واش دار الطفل هذا؟ خرج نهار الخميس قتل واحد له بارح، قتل زوج، واحد راهو في الإنعاش مازال منافليس لك ولا لا، وخاوة في زوج خاوة، واحد قتله مات نهائيا. تسمى هذا الإنسان هذا اللي قالوا لي راهو دوك الآن في حال فرار، ريح يومين بعد خروجه من السجن، خرج اليوم غدوة قتل، خرج اليوم غدوة قتل. نقول لكم علاه، لأنه لقى الدعم، هذا الولف نتاع الآباء. كاين بعض الآباء المهم الكبدة، المهم وليدي، المهم يخرج، ومن بعد وكاين دوكا ولينا ولادنا كيخرجوا من السجن، نديروهم العراس، نديروهم الكورتاج، ونطلقوا لهم في ميجان، تقول باطل، تقول أنه كان إنسان هذا شغل عليه لابوانت خرجهم من السجن. هذا الإنسان هذا راه مجرم، الأصل كي يخرج قال يا ودي سقم روحك، أك بهدلتني، حطيت لي راسي في الأرض، ماشي أنت تفرح به وتواسيه. صح أنا نقول لك احتاويه، أديه للدار، جيب له إمام، استقبله في الدار، دير له عشاء، معليش أعطي له كسوة، وجيب له إنسان قال يا نصيحة، جيب له خاله، جيب له عمه، اجتمعوا الدار، ما تبينوش باللي راكم فرحانين به، بينوا باللي راكم حابين تحتاويوه، باللي رانا حابين نعطوك فرصة أخرى وتسقم نفسك. ما نديرلكش أنايا الزمارة هنايا ونفرح بك أنايا، وأنت يا تقول أنا إيه ما شوف أنا كنت في الحبس وخرجت ثمين وكليت وشربت، يقولك آه والله غير زين أنت، آه والله غير ما شاء الله، سي نورمال زين، أنت قاعد تلحق له في القفة وفرحان به، وتقول هذا وليدي أنا راهو بطل، بطل ماذا؟ بطل ماذا؟ حنا رانا نزيدوا نعوجوا في أولادنا بهذا الشيء هذا، لازم حنا، أنا ما نقولكش هجروا، ما نقولكش حوزوا من الدار، كما قال الشيخ لازم الإنسان الأب لازم يكون عنده رقابة ذات رشد وحكمة. لازم الانسان يعرف كيفاش يراقب ولاده، ما تكونش وسيله دعم. شوفوا هذا الانسان، انا حضرت خطره قبل 10 سنوات تقريبا، اقسم بالله غير كان واحد الاب دائما وليده يدير الاشياء الكبيره وكان يغطي عليها، وهذا الولد هذايا دخل يسرق جداته بابات يمات باباه، جاي يسرقها في الغرفه نتاعها، لقاته يسرق، واش دار؟ طبعها ماتت. كي ماتت الجده هذه سمى الحفيد يقتل جدته، العائلة واش دارت له؟ العائلة خلصوا عليه دراهم وخدموا له كارطة باللي مريض وخرجوه من السجن. مليح يعطيكم الصحة، الأب هذاك فرحان وليده سلك. بعد ما سلك الولد هذا بعد مدة ولا بعد ذلك يقول بابا تبيع الدار وتعطيني الدراهم، لأنه الكاشي ما لحقش خلاص، يضاربوا بيناتهم العياط. طليت أنايا نلقاه جبد الموس عطاه ذبح باباه. من بعدها شفت هذاك اللي سلكته وخرجته أو ذبحك دركا، نسأل الله يعفو عنه وعنهم جميعا. الآن هذا الابن هذا راه في السجن، راح العائلة الدار مغلوقة مكاش، خلصت العائلة منين راحت؟ أنا سبتها حبة كاشي كملت لنا كلش. إذن هذا الدعم هذا، أنا ما نقولكش هجر، كاين بعض الآباء طريق واحدة أخرى، ما تهجرش وما تحاوزش وما تسبش وما تضربش، وإنما حاول تجري بوليدك، راه وليدك في حالة كبيرة، بصح ما تسامحش معاه، قال أنا دخلت للسجن أنا طيحت لي راسي، ما نقدرش انا نجي نجيب لك الماكله واش نحب لك، واش نسير نبعث لك انا لاريني بزوج ملايين ونبعث لك انا لبسه نفرح بك، نحي مكرش ولادي نعطي لك ليك انت، واش راك باطل؟ باطل راح تخرج لنا الاستعمار انت ولا واش راح دير؟
فلذلك لازم نعرفه كيفاش نتعامله، وربي يهدينا جميعا وبارك الله فيكم. ما تزيد.